مساء الخير عليكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي من خلال هذه المباشرة كما تشاهدون معنا في اليوم الثامن من شهر رمضان الفضيل. الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية ومزيد من التوبة إن شاء الله بحول الله. يعني في المشهد المؤثر كما تتابع معنا السياح يعني واقفين أمام مسجد الكتبية تتابعوا صلاة التراويح كما تشاهدوا معنا متتابعين في لحظة مشهد مؤثر بطبيعة الحال كما تشاهدوا معنا متتابعين. على العموم تحية لكل المصالح الأمنية وكذلك المصالح الأمنية تبع لولاية أمن مراكش وكذلك الدائرة الخامسة والسلطة المحلية بصحة جامع الفنان اللي تقوم بمجهود كبير جدا باش أنه تقوم بتأمين هاد صلاة التراويح كما تشاهدوا معنا. يعني السياح يعني في تساؤلات كثيرة يعني علامة استفهام بادية في المحيا ديالهم كما تتابعوا معنا يعني تتابعوا صلاة التراويح يعني بإمعان سبحان الله. كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر يعني السياح يعني تقريبا وفروا من الوقت ديالهم باش انهم يتابعوا من خلال هذا المباشر صلاة التراويح كما تشاهدوا معنا متتابعين من خلال هذا المباشر في هذه اللحظة يعني في بداية صلاة التراويح كما تشاهدوا معنا متتابعين. حتى انهم السياح الان يعني كان سياج حديدي كما تشاهدوا معنا في هذه اللحظات بالقرب من بوابه بالمدخل ديال المسجد الكتبيه يعني السياح اللي تيمروا من امام المسجد يعني تيقوموا بتمعن تتكون واحد لحظه توقف باش انهم يتابعوا صلاه التراويح ديال صلاه الجمعه كما تشاهدوا معي. الحقيقة يعني كان سؤال واضح ومباشر مشكور يعني الأخ ثم من خلال هذا المباشر السي يعني بخصوص جناح ديال الخاص سعيد بخصوص جناح خاص بالنساء هنا بالمسجد الكتبي باش نأكد من خلال هذا المباشر المتتابعين بأنه المسجد الكتبي تعرف إقبال كبير هذه السنة على صلاة التراويح وأنه الطاقة الاستيعابية تنعاود نأكد من خلال هذا المباشر أنه الطاقة الاستيعابية ديال المسجد يعني تتوقف عن 12000 مصلي فبالتالي تنعرفوا بان الجناح الخاص
من النساء داخل المسجد القطبي يعني صغير جدا يعني فضاء يعني مكان جناح صغير بزاف. فبالتالي يعني كان انه هذا الاقبال في الشهر رمضان شهر الفضيل يعني تنعرفوا بانه يكون اقبال كبير على صلاه التراويح. فبالتالي يعني المساحه او الجناح المخصص في داخل المسجد القطبي يعني ما تكفيش للنساء ما تكفيش بسبب التوافد الكبير ديال المصلين. كنا ديك السنه الفائده كما كنتوا تتابعوا معنا يعني تتكون هذه الساحات الكتبيه مليئه عن اخرها بالمصلين. يعني كانت هذا المكان هذا الفضاء كله هو تيكون مليء عن اخره بالمصلين. يعني تلقى الاعداد غفيره ديال المصلين في شهر رمضان. تقريبا هذه ما يقرب على 3 سنوات ما بقيناش كنشوفوا هذا المشهد ديال يعني الاقبال ديال المراكشيين ان صح التعبير والزوار ديال مدينه مراكش على صلاه التراويح بخصوص يعني في المسجد القطبيه. وتنعرفوا بانه يعني كانت تكون واحد اللجنه خاصه لتنظم صلاه التراويح داخل وخارج المسجد القطبيه. وانه تيكون واحد السياج حديدي وتيكون واحد المكان تيكون مغطى بطبيعه الحال. هذه السنه هذه ربما انه تنعرفوا الجائحه تنعرفوا انه كان الالتزامات ديال العمل بخلاف يعني السنوات الماضيه. يعني ربما ما عرفناش شنو الاسباب لانه ما كاينش الاقبال هذه السنه ما كاينش الاقبال الكثيف بعد على الساحه الكتبيه لصلاه التراويح. بالاضافه انه تنعرفوا بانه كان دائما هذا مكان زاويه بالقرب من جناح ديال صلاه يعني جناح ديال النساء. يعني هذا مكان مخصص للنساء بطبيعه الحال كما تتابعوا معنا متتابعينا. على العموم هذه نقطه تنشكرك عليها السي سعيد بطبيعه الحال. تنتمنى من انه مندوبيه وزاره الاوقاف وكذلك المشرفين على صلاه التراويح داخل المسجد القطبيه انهم يعني يعيروا انتباه خصوصا انه تكون واحد الزياره كبيره للسياح. يعني كاين السياح بشكل كثير وعلامة استفهام مطروحه يعني بشكل كبير يعني بخصوص علاش النساء كلهم هاد النساء ما شاء الله يعني عدد لا باس به من النساء تيصلوا خارج الجناح المخصص بالمسجد القطبي.
كما تتابعوا معنا متابعينا ومتابعي قناة شوف تي في، احنا في اليوم في تراويح اليوم الثامن من شهر رمضان، بفضل الله يدخلوا عنا بالصحة والسلامة ومزيدا من التوبة، وال يعني ان شاء الله بحول الله. كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر متابعي قناة شوف تي في، يعني تعرفوا بانه الحكومة قررت انه فتح الحدود في 7 فبراير من الشهر الماضي، ويعني هذا الشيء تزامن مع شهر رمضان الفضيل اللي كيعرف واحد الاقبال لا باس به من السياح. كما تشاهدوا معنا ومتابعينا خلال المباشر، على العموم يعني تشوفوا انه السياح يعني في امعان كبير لصلاة التراويح، وكذلك اداء الصلاة بصفة عامة هنا بمسجد الكتبية كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر. يعني تشاهدوا وتلاحظوا متابعي قناة شوف تي في بانه بانه يعني السياح تلتقطوا صور وفيديوهات يعني طريقه اداء صلاه التراويح، وتنعرفوا بانه الحمد لله في هذا الشهر الفضيل، يعني الله احنا في 8 ايام يعني الايام الاولى من شهر رمضان، يعني الايام الاولى من شهر رمضان تنعرفوا بانه يعني كان الاسلام ديال الاجنبيه تتحمل جنسيه الإيطالية، بالإضافة كذلك أنه يعني سائحة أخرى تتحمل جنسية الألمانية، وهذا معلوم متابعينا من خلال المباشر اللي كنا سبقنا وذكرنا لكم من خلال المباشر سابق من أمام مسجد الكتبية، أن الحمد لله يعني جوج سائحات، واحدة إيطالية واحدة ألمانية، لأنه الإسلام ديالهم هنا بمسجد الكتبية.
يعني كنا في قلب مسجد الكتبي او بساحة الكتبي اللي كانت دائما تكون مليئة على الاخرة، ونتمنى انه تعود يعني الايام اللي كانت دائما تكون هذه الساحة مليئة بالمصلين، يعني البشرى بالنسبة للناس التي تقوم باداء صلاة التراويح في مسجد الكتبي ان شاء الله، انه يعني المقرئ والوديع اللي هذه يرجع ان شاء الله يوم 15 في شهر رمضان، وهذه يقوم بصلاة التراويح بالنسبة للناس اللي تتسألوا بخصوص العودة ديال يعني الشيخ وديع لهنايا مسجد الكتبية. على العموم يعني احنا حاولنا نقرب لكم الصورة ديال السياح وتأثر السياح من يعني من صلاة التراويح، وكذلك التساؤلات ديالهم والانشغالات ديالهم والتساؤلات ديالهم، وانهم كيفاش تقوم تكون اداء صلاة التراويح هنا بمسجد الكتبية. وقليلا الله نشكركم، شكرا على حسن المتابعة ان شاء الله الى مباشر اخر على قناة شوف تي في. وقليلا شكر جزيل على يعني التواصل ديالكم الدائم لكل مباشر على قناة شوف تي في خصوصا من مدينة مراكش. شكر موصول لجميع الزملاء اللي تنقلوا يعني صلاة التراويح في المدن اخرى بالمملكة. شكرا لكم، الى مباشر ان شاء الله اخر على قناة شوف تي في من مدينة مراكش.